السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم بطريقه سهله بسيطه، ندير البغرير كيطلع ناجح 100%. كاز ديال الفورص، جوج كيسان ديال الفينو، ماشي السميده الفينو، 4 ديال الكيسان ديال الماء، خميره ديال 15 غرام الحلوه، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الخميره. دابا هنا على بركه الله غنبداو نصوبو. غادي ناخذ الكاس ديال الفورص، نزيدو عليه جوج الكيسان ديال الفينو. دابا غادي نوجد الماء اللي غنستعملو. انا استعملت نفس الكيسان اللي كان فيهم الدقيق. دابا غادي نديرو الماء يكون دافي البنات. هنا نخلطو النواشف كامله، الخميره كنخليوها من بعد مع نص كاس ديال الماء. انا غنوريكم الطريقه. دابا نزيدو الماء للكاس الاول، الثاني، والثالث، ونخلطو بشويه باش تجينا جميع العناصر. نزيد على واحد نص كاس ديال داك الماء اللي باقي، ونخلطو ونطحنو. غادي نطحنو بالخلاط الكهربائي، و السر ديالو هو انه خصك تطحن مزيان، ما تفوتوش فيه الطحين تاني بزاف اللي يطلق لكم الجلوتين وهذا، ويولي يجيكم فيه الخيوط. دابا نطحنو شويه، وغادي نزيد الخماره مع داك نص كاس ديال الماء. انا نضرب مع داك الخيط باش ما يبانش في الكاميرا، الساعه فضحني. كيطيح عليا. انا زدت الخميره وزدت معاها نص كاس ديال الماء اللي باقي. عاد كنطحن كلشي في خطره البنات. هاد البغرير انا ما كنخليهش يخمر، هذيك الساعه كنبدا نطيب. كديروا تجربه، مثلا كديري تجربه ديال وحده هذيك الساعه، حيت بعض المرات كيكون على حسب الخميره واش بارده ولا ما خمرش مزيان، ولا مثلا على حسب الجو. ما هذا انايا درتو بما سخنات المقله، جربت الاولى والثانيه، وعاد سجلت لكم الطريقه ديالتو. انتم غتبعوا معايا المراحل وغادي تشوفوا كيفاش. هنا خصنا نطحنو مزيان كيف قلت لكم في الاول، كيتطحن مزيان وما تفوتوش فيه الطحين، لانه بعض المرات الا تفوتي فيه الطحين على حساب النوع ديال الدقيق كيطلق الخيط، كيوليو فيه الخيوط وما كيصدقش مزيان. انتما كتشوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش دايره. هنا انا جربت بعض الوحدات وطلع مزيان، ما خصوش يخمر نهائيا. انا ما خمرتوش تقريبا 5 دقائق بما وجدت المقله وهذا صافي، وحطيتو كيطيب راه في البلاصه البنات كيتخرج وما كيحشمش. هو كيطلع هنا. انا غادي نوريكم العديد ديال الوحدات كيفاش طيبتهم باش تأكدوا من انه راه ناجح 100% وما كيلصقش. انتما شفتوا في المقله هو
كله مخرج وخفيف هندير وحده اخرى تاني هانتوما البنات شتو كيفاش جا هو تخرج هي في سطابت حتى داك السكر اللي كنديرو فيه ما كنكتروش مش ما نديروش معلقه كبيره كتر معلقه صغيره باش ما يتحمرش ها هو البنات شفتوا كيفاش جا كنتمنى يعجبكم انا قربت لكم المقله الكاميرا قربت المقله باش تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش كتخرج شفتوا كيفاش كيجي وفي ساعه كيطلع وما كيديش الوقت بزاف لحقاش في ساعه كيطيب كيوجد ما كتسناوش ليه يخمر لا تجي حاجه هما كاملين كنتمنى يعجبكم وتجربوا صافي دابا انا كملت تقريبا كل شيء وهو وجد